دينار وتشتري بضاعة. أنت لا يهمك من هو البايع ولا يهمك من هو المشتري، لأن مو ذات مقابل ذات، شيء مقابل شيء، بضاعة في مقابل بضاعة. البايع مو ملحوظ، المشتري مو ملحوظ، ولكن النكاح مو شيء في قبال شيء، شخص في قبال الشخص. لا تبيع المرأة مقابل المهر، لا تبيع المرأة في مقابل البيت، رجل في قبال مرأة ومرأة في قبال رجل. الشيء مو مطروح في هذه المعاملة في النظرة الإلهية، الشخص هو المطروح في هذه المعاملة في النظرة الإلهية. الرجل فليكن أثرى الأثرياء، إذا ما عنده إيمان، ما عنده أخلاق، يحول حياة هذه البنت إلى جحيم. البنت تسعد بالثروة؟ لا. تسعد بالبيت؟ لا. تسعد بالجمال؟ لا. هذه أشياء عابرة مؤقتة لا قيمة لها. ولكن إذا الرجل يكون متدين، المرأة تكون متدينة، الرجل يكون خلوقا والمرأة تكون خلوقة، البيت يتحول إلى جنة. بما لهذه الكلمة من معنى؟ 80 عام يعيشون، لا يظلمها ولا تظلمه، لا تظلمون ولا تظلمون. مثل آبائنا، آبائنا وأجدادنا حياتهم، المتدينون الآن حقيقة يعيشون في جنة تسره، قرأنا في الرواية إذا نظر إليها، إذا طلع من البيت ينشد إلى المجيء إلى البيت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في الرواية المعروفة إذا نظرت إليها، يعني فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ذهبت الهموم عني. هذا المال يصنعه؟ العرقية واللونية تصنعها؟ لا. الإيمان والأخلاق. فكل الأشياء الثانية في النكاح غير الإيمان وغير الأخلاق لا ينبغي أن تكون هي المحور.